كم تبلغ درجات الجنة وكم نصيب أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل صحيح بأن الدرك الأسفل من النار يكون العذاب بالزمهرير؟ نعم، الجنة درجات، الجنة درجات، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ولا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما النار فهي دركات بعضها تحت بعض، والدرك الأسفل من النار هو موطن المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا قبل موتهم، تابوا من النفاق فإن الله يتوب عليهم. وأما أن الزمهرير هذا الله أعلم، هو في النار لكن الله أعلم في أي دركة منها. نعم.